نرحب بكم جميعا معنا على قناتنا في يوتيوب. اليوم نتكلم عن الباتشولي. ما هو الباتشولي؟ الباتشولي هو من فصيلة النعناع، وهو يشبه وهو أحد أنواع الحبق أو أحد أنواع الريحان. الباتشولي اليوم كما تشاهدون هذه بذور الباتشولي. بذور الباتشولي أو الباتشولي غير موجود بالدول العربية، غير موجود بالدول العربية. هذه هي بذوره الأصلية البرية. بذوره ناعمة سوداء صغيرة جدا. هذا الباتشولي أحد عجائب النباتات الصحية العضوية الطبيعية. يستخدم نأخذ البذور وندقها قليلا بالمهراس، ونضيف لها زيوت حسب مشكلة البشرة. هذه البذور، بذور يا جماعة، هذه بذور الباتشولي بتغير وجهك 360 درجة وخلال فترة قصيرة جدا. ما تحتاج وقت حتى تبدل لك وجهك للأفضل. حقيقة عجب وجاب، وأنا أحب جدا الباتشولي. ويوجد منه زيت اسمه زيت الباتشولي، وترجمته للغة العربية الريحان. والحقيقة هو ليس يعني الريحان، ريحان يختلف عن الباتشولي، يختلف عن الحبق، يختلف عن النعناع، رغم أنهم من فصيلة واحدة. الباتشولي هذا إذا أخذنا البذور هذه ودقيناها ومزجناها مع زيت التفاح، الأصلي يستخدم لإزالة لتعطير الأماكن الحساسة، المناطق الحساسة، المنطقة الحساسة، زائد تفتيحها بشكل كبير جدا وخلال فترة وجيزة. نمزجه مع زيت التفاح، وتأخذي مثلا جنينة جنينتين من زيت التفاح هذا أو واحدة، وبتدقي البذور الباتشولي او زريعة الباتشولي، بتدقيها وتخلطيهم معها، وتضيفي لك شوية زيت لوز مثلا عليهم، ها، او زيت سمسم، زيت لوز، وخصوصا الزيت اللوز المر، تخلطوه معهم وتفرك فيه المناطق الحساسة. تغيرها 360، بتغيرها 360 درجة خلال فترة وجيزة جدا. ما تحتاج فترة، بس مرة مرتين ثلاثة ببين معاك الفرق بوضوح تام. ولكن حاولي تطحنيها ناعم جدا مثل البودرة وتحطيها معها، علشان السنفرة تكون فعالة جدا جدا. هذا بزرية أو بذور الباتشولي تستخدم بتصغير أي منطقة بالبشرة أو المنطقة الحساسة أو الجسم، مادة قابضة تقبض مثل قشر الرمان، مثل العفص. ولكن هون بيعطي إله يعني مختلف بالناحية أنه مادة قابضة، مختلفة، مادة قابضة نعم، ولكن مختلفة عن الرمان. يعزز الدورة الدموية جدا وبيزيد الأكسجين بالبشرة. مجرد الإنسان يفرك في وجهه بالأكسجين بيمشي بشكل ممتاز بالبشرة وبشكل صحي رائع جدا جدا، مظهرا الوجه بمظهر شبابي جميل جدا.
جدا، زائد بانه بشد البشره، زائد بانه بيشيل الترهلات بالجسم وين ما كانت، وهو من احد البذور الجباره جدا بالسلوليت والترهلات، بيشيل الترهل. ومن عجائبه سبق وقلت انا بانه في كثير نسوان بيجنك بيقول لك انا بيستخدمن، في كثير سيدات او يستخدمن الرجيم لإزالة الكرش، وتستخدم الرجيم مرة مرتين ثلاث ولا تستفيد. ما هو السبب؟ السبب أن الترهلات هناك فرق بين وحدة ولدت ثلاث أولاد أربع أولاد خمس أولاد وبين الكرش. الكرش ما له علاقة بمرة ولد حملة ثلاث مرات أربع مرات. هذا الكرش له شغله لوحده، علاجه لوحده، التخلص منه لوحده، له في طرق خاصه له. ولكن هذا الحبق، هذا بذور الباتشولي او الحبق، اسمه الباتشولي او الحبق الاسترالي، الحبق الاسترالي او الريحان الاسترالي اسمه، او الباتشولي اسمه الباتشولي، تعرف عليه دوليا باتشولي. هذا متخصص جدا بالترهلات تبع النسوان اللي ولدن كثير وصار بطن، صار بطنهم طبقات، فبيخلطوه بمع زيت الزنجبيل مع زيت الجوز مع زيت الورد، زيت اللوز الحلو، قليل من زيت اللوز المر، مع الكاكاو المر الأصلي، كاكاو كنت أريد أن أريكم إياه. هذا كاكاو يخلط بهذا النوع من الكاكاو، هذا كاكاو مخصص يعني نوعية بيو عضوي طبيعي جدا وغير معدل وراثيا، غير خالي من المبيدات الحشريه. هذا فعال جدا جدا، ويمكن اكله طبعا من النوعيه الفاخره جدا، مش النوعيه اللي بالبقاله ب 10 15 ريال سعودي، 10 ريال سعودي تجيبه. النوعيه خاصه بمنتخبه انتخاب خاصه بالتجميل، خاصه بازاله الترهلات، خاصه بازاله الخطوط، خاصه بازاله السلوليت، بيخلط معهم فبيعطي نتيجه جبارة جدا جدا. طبعا هذا حاصل على كل الشهادات الأوروبية القياسية من أضخم الشركات الفرنسية بالعالم. هذا طبعا هذا أحد الخيارات لاستخدام. هناك أيضا اللي بتشكي من الروائح بالمنطقة الحساسة، ها ممكن تمزجيه مع اي مثلا زيت الورد او زيت التفاح، ما عندك مشكلة، مع زيت النعناع ما عندك مشكلة، مع زيت اللوز المر شوي ما عندك مشكلة، تدقي وتمزجيه معه وتفركي فيه على اسبوع، خلاص تطيل لك الروائح كلها وتصير رائحة عطرية جميلة جدا جدا. هذا بذور الباتشولي متخصص بانه بيشيل الروائح اللي ما الغير مرغوب فيها ويستبدلها برائحه عطريه فواحه جميله جدا رقيقه كالنسيم. ال 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 بذوره هذا تدق ناعم، ويؤخذ مقدار حبه حمص وتضاف الى كوب الشاي وتشرب. يوازن العواطف، يوازن العقل، أو يشم، أو يؤخذ قليل من بودرته ويطحن ناعم، يؤخذ قليل منه، قليل قطعة صغيرة يشم، مثل الطعوس يعني، مثل العطوس يعني، تشم شوي صغير شوي يشم، يوازن العواطف ووازن العقل، وبيشيل المزاج السلبي فورا، زائد شربه بكميات صغيرة جدا، قد حبة الحمص باليوم فقط يكفي، لأنه نتيجته فعالة جدا، غير الحبق هذا بيختلف عنه. هذا يعني فيك تقول، فينا نقول إنه حبق ملكي، عرفتوا كيف؟
فمش عادي، يمكن أول مرة بتسمعوا فيه أو بتعرفوه بالدول العربية لأنه غير موجود بالدول العربية. خلي الإنسان يسترخي، بيخليه يرتاح، زائد بحفز الطاقة الحسية، زائد اللي عنده ضعف ضعف أو عنده ضعف بلعلع أبو يلعلع ببا بلعلع أبو ببا اللي يلعلع. يوجد منه زيت موجود عندنا أيضا متاجرنا متاجر العشاء، موجود زيت وهذا موجود عندنا متاجرنا متاجر العشاء، موجود منه زيت مستوردين واستيراد، موجود زيت إحنا بنعمله ولكن اللي بنعمله غالي جدا. ليش؟ لأنه هذا يعني هذا يمكن هذا كيلو كيلو، هذا سعره حوالي تقريبا يعني راتب مدرس سعودي جديد شهر كامل. غالي جدا الباتشولي، بذور نتكلم عن بذور، وما يحتاج إنسان كميات كبيرة جدا منه، شوي بيعطي النتيجة. أيضا إذا أخذ زيته وخذ قطرات منه حطيته مع كاس شاي مع كوب ماء كذا وشربتهم، ها زائد دركت عملنا مساج لأبو عوز بزيته، يعطي نتيجة جبارة جدا جدا. ممكن ندقه ناعم مثل البودرة وناخذ كل ملعقة منه نحط عليها ملعقة زيت لوز حلو، مع شوية زيت لوز حلو مع شوية من زيت الورد، زيت الورد ها نخلطهم وتدهن فيه أبو عوز ها. وإذا عندك عود عاقر قرحة كعاقر قرحة ما في عشبة بالدنيا إلا عندي، ما في زيت بالدنيا يعني ما أي زيت أو عشبة ما بتلاقوها بالعالم تعال عندي، موجودة عندي إجباري. هذا العاقر قرحة، هذا العاقر قرحة تأخذ لك عود واحد بس، شوفوا شوفوا صواريخ صواريخ تخضع يا ابو، تدقوا يا ابو تهرمشوا بالمهراس وتحطوا معهم مع بذور الباتشولي، شوية زيت ورد، شوية زيت لوز، لوز حلو حلو ما في مشكلة، تدقهم. وإذا تبغى نتيجة سوبر 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 ملكية تحط معهم، تجيب تأخذ زيت الكزبرة وزيت البقدونس، زيت الكزبرة وزيت البقدونس فقط، وتدقهم هذا واحد عود واحد عود واحد كف بس واحد واحد اثنين ما في مشكلة، دقهم تهرمشوا وتحط معه بذور الباتشولي شوي وتدقهم وتحطهم معها بالزيت ده، تتركهم شي 10 أيام تبلش تدهن منه دهن، مش تشربه ممنوع لا يا بس دهن تدهن فيه. من عجائب الدنيا السبعة، من عجائب الدنيا السبعة، خصوصا إذا مزج مع عاقر قرحة، هذا عاقر قرحة قنديشت قنديشت. هذا اسمه قنديشت، يعطي النتيجة الجبارة جدا. هذا بذر الباتشولي أو بذور الباتشولي سواء خلطناه مع أي زيت أو ما خلطناه بيعطيك نتيجة، طبعا مع الزيت بيعطيك نتيجة أقوى وأقوى. إذا بدك وجهك يتغير 360 درجة دقيه وحطيه مع زيت تفاح. إذا كنت كبير بالسن شوي عمرك 50 سنة 60 سنة
دقيه دقيه وخلطيه مع زيت البرتقال وزيت الكرز، زيت الكرز ما بعرف زيت الكرز. وزيت البرتقال تخلطيهم ها وتفركي في وجهك قبل تنام. من عجائب الدنيا السبعة، من عجائب الدنيا السبعة هذا يا جماعة. انتوا ما بتعرفوا، انتوا لو بس جربوا استخدموه مرة واحدة بس جربوا شوفوا النتيجة اللي تفرح القلب سبحان الله. ايضا اللي عنده فطريات، اللي عنده بتعرق كثير، بتعرق بيطلع عرق كثير، دقوا ناعم مثل البودرة، خليه مثل البودرة، خذ شوي وفرك فيهم من تحت خلاص طيب لك اياها اسبوعين ما عاد تشوف العرق، عرق المزعج ما عاد تشوفه. مهدئ، مضاد التلوث، طير السموم من الجسم، يعالج التهابات. احد الاشياء الرائعه جدا للكآبه، يحيد الكآبه، بشيل الكآبه. اللي بيشربوه بضل يضحك طول اليوم، ما عاد يسيبه كآبه، ظل فرحان نشيط مرتاح. ايضا يستخدم كمبيد حشري، هذا تطحنوه ناعم مثل بودره وبتحطوه مع الماء وبتبخوا فيه الدار، طير لك الذبان البعوض كله طيره، ما يقدر يجلس بالبيت اللي فيه منه. زائد بانه مزيل عرق، مهدئ، مضاد التلوث، مضاد للحمى اللي عنده حراره، قابض بشد الوجه والصدر شدا عظيما، شد المنطقه الحساسه شدا رائعا جدا، مدر للبول، مضير بشيل الفطريات، شيل الحزاز والاكزيما، ومن اروع ما يكون سبحان الله. ليه؟ والفطور ايضا منشط للجسم، مثير، مثير للزهوة الإنسية، خليك تولوع، هذا خليك تولوع تولوع ابن جني. فبذور الباتشولي الطبيعية العضوية رائعة بكل معنى الكلمة للبشر، حقيقة تعطي نتيجة مذهلة، وأتمنى أن تكون من ضمن روتين البشر على الأقل. لو كل شهر تستخدميه مرة مرتين يعني على الأقل يعني سنفر فيه، فحقيقة بيعطي النتيجة الممتازة جدا. الشيء الرائع الحلو فيه، إنه الرائع الحلو فيه إنه يعني بيعطي النتيجة فورا، ما بيستني حتى يظهر إشراقة وجهك، خلي الوجه مشرق جدا متفتح، والمعالم الوجه واضحة ودقيقة ومرسومة كأنها بالقلم سبحان الله، وخصوصا إذا دقيتيه ناعم جدا جدا ومزجتيه مع شي ماسك محترم من الماسكات اللي علمناكم إياها بالقناة، تفركي مع الشوكولاتة الكاكاو مثلا، ديك النتيجة جبارة جدا. مع مع مطحون أوراق التين أو الكرموس أو مع الألوفيرا يعطيك النتيجة جبارة جدا جدا أيضا لكل الجسم. هذا الباتشولي حقيقة. اليوم نحن تكلمنا باختصار عن بذور الباتشولي، ولا نريد أن نطيل عليكم، وقدمنا خلطات من الباتشولي. طبعا يمكن دقه ومزجه مع الزبادي ووضعه على الوجه، رائع جدا ويعطي نتيجة ممتازة صحية وجميلة في المنزل. شكرا، ميرسي.